أسعدتم مساء مشاهدي ومتابعي برنامج استراحة الظهيرة، وهذه حلقة جديدة ويانا راح تكون على مدار ساعة من الوقت، وأكيد راح تكون عدة محطات وفقرات تنتظركم ويانا. ونعرف إحنا لكل حديث ظهيرة لازم يكون موضوع خاص وأيضا ضيف ينورنا حتى يتحدث بتفاصيل المحور. حديثنا لليوم يعني احنا الدراما العراقية بحر ما ينتهي، ونبقى احنا نحكي بيك. سابقا كنا نتحدث عن التسويق ومشاكل التسويق، وعن الشباب وكيف ممكن انه هم اليوم ينجحون، وكيف ممكن هم ياخذون مساحتهم بالشاشة العراقية، لكن ما شاء الله احنا شلناهم اليوم هم موجودين وبجدارة. لكن سؤالنا اليوم عن شنو؟ عن تواصل الرواد مع الشباب، وايضا الاعمال ليش الرواد اليوم بدا ياخذون دور البطوله. كل هذه التفاصيل اليوم راح نتحدث عنها، وكثير بعد اكو محاور تخص هذا الجانب، لكن بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا، هذه عودة أكيد بعد هذا الفاصل الجميل، وتحية فلسطين. وأيضا احنا دائما نقول احنا نتمنى إن شاء الله تنتصر فلسطين. إذن أكيد نرجع لمحور حلقتنا وحديثنا لليوم وأهميته، لكن اليوم ضيفنا ضيف يعني مميز. ضيف اليوم ما راح يتحدث لنا عن حديث عادي، ولا راح يتحدث لنا بجانب محدد، راح يتفرع لنا بعدة تفاصيل. ليش؟ لأن هو اليوم عملاق بهذا المجال، اسم مهم بهذا المجال، تعودنا عليه الأب، تعودنا عليه العم، الخال، الجدو، كل الأدوار الجميلة هو كان موجود بها بالأعمال الرمضانية. بس حتى ما شوقكم أكثر، أكيد اليوم ضيفي الفنان الكبير وليد العبوسي نورتني. يا أهلا، كل الهلا. سعيد جدا باللقاء بكم. سعيدين احنا أكثر. استاذ وليد، اليوم انت متحضر لنا للاسئله، تجاوبنا على كل شيء؟ على كل شيء اجاوب وبكل صراحه. الاعمال العربيه تحديدا المصريه، حتى لا نختلف بالموضوع، نعرف اكو رواد بالدراما العربيه بالدراما المصريه، بس ما يختفون. شلون ما يختفون؟ مو بس متواجدين بالاعمال، لا، حتى ياخذون دور البطوله، يعني اسمهم يبقى يستمر. عادل إمام باستمرار دور البطولة، حسن حسني الراحل، حسن حسني أخذ عدة بطولات بعد ما كبر، من كان شاب ما ياخذ بطولة، من كبر أخذ بطولة. ليش غايبة عنكم هاي الحالة تحديدا؟ هنا أولا مشكلة الكاتب. الكاتب ده يكتب للشباب، نحن مع الشباب، أنا من مناصري الشباب وسعيد جدا بهم وبما قدموا خلال هاي السنوات الأخيرة. يشهدون الجميع بهذا الشيء. لكنه لما نشوف الأعمال المصرية، وخلنا نأخذ الدراما التلفزيونية، يعني شفنا مسلسل قبل فترة يمكن رمضان الماضي، جزيرة همام. كل أبطال المسلسل ما عدا أشخاص معينين، يمكن 3 أو 4 من الشباب، البقية كلهم كبار بالعمر. مسلسل رمضان كريم أكثرهم كبار بالعمر. إحنا مشكلتنا الكاتب بدأ يكتب للشباب فقط. يعني المسلسل 30 حلقة ب40 شخصية شابة، ب3 أو 4 من الرواد. زين إحنا 30، وهي 3 شخصيات المن ينطوها. لذلك تشوفين قسم من عندنا متواجدين، وقسم مو غايبين وانما مغيبين. لانه نرجع نقول هاي الشخصيات، انت تشوفين 20 عمل تلفزيوني عندنا برمضان الماضي، لكنه مثلا اكو معدودين باي مسلسل تشوفيه هو نفس الشخصية، واحد موجود على الساحة والمغيبين 5. هذه نرجع نقول تتحكم بها مسألة الجروبات، العلاقات الخاصة، وبعض الكتاب يكتب لشخصية معينة. يعني احنا صار لنا سنين نسمع عن الجروبات، الجروبات، كل من وجروبة، كل من وجروبة. شنو هي فكرة الجروبات اليوم؟ انه فقط بس هذه الشخصيات هم فقط اللي تاخذ الاعمال؟ هم فقط، اضافة الى انه عندنا يعني هسه يزعلون علينا،
بس وليد العبوسي معروف انه شلون عندنا بلهجتنا الدارجه ينطيها بالقرصه. يعني ما استحي من واحد ما دام دا احكي الحق. ممثلي الخارج، وليد العبوسي قاعد ببغداد، وفلان من الناس خارج العراق، لكنه يجي بالموسم الدرامي ويشتغل ثلاث اربع اعمال يا الله، ويروح يكلفهم سفره، يكلفهم اقامته بالفندق، يكلفهم اجر اللي خمس او ست اضعاف اجر وليد العبوسي، لكنه هو المتواجد بالساحه. ترجعين تقولي لي ليش؟ اقول لك سبب العلاقات والجروبات. هذا المخرج الى جروب معين، وقليل من المخرجين اللي ما عندهم جروبات، يعني الا ما ندر. زين استاذ وليد، يمكن خلف الكواليس تكلمنا احنا بهذا الموضوع، بس اريد اتكلم به بشكل مفصل اكثر. شاب بعمر العشرين بعمر الثلاثين ياخذ دور رجل كبير، يصبغ شعره وياخذ يعني دور مو دور عمره، يعني هو هل هو مفطر؟ هل احنا ما عندنا رجال كبار بالسن قليلين، او هم رافضين ياخذون هذا الدور لذلك يلجؤون الى الشباب حتى ياخذون دور اكبر من عمرهم؟ هم نرجع نقول اما ضمن جروب المخرج او مفروض عليه. بالوقت اللي يعني هذا الشاب ما يقدر ينطي احساس ابو الستين سنه. يعني انا لما اجيب ابو الثلاثين واطلع وياه بنته هم عمرها ثلاثين، بس هو مجرد صابغ شعره ابيض حتى يوحي لي انه هو رجل كبير، هذا اصلا ما يقدر ينطي احساس ابو الستين، ما يقدر ينطي مشاعر الابوه اتجاه بالتلي. لذلك تشوفين العمل يكون عندنا هابط. وتكررت ويا اكثر من فنان، يعني ويا العفو باكثر من عمل. هو نفس الفنان عمره بال 30 بال 35 لكنه يطلع لي عمره 60، صبغ لي شوارب ابيض وشعره ابيض وسوق لي. شنو رده فعلك انت من تشوف هيك عمل تشوفها بالشاشه برمضان؟ شوف شاب وياخذ دور الرجل الكبير والاستاذ وليد العبوسي هو قاعد بالبيت. اتالم صحيح، لكنه يخليني حتى ما لي الرغبه بمتابعه العمل. ما لي الرغبه بمتابعه العمل، مو بس اني، كل الناس، لانه ما مقتنع به. نبرة صوت ابو الستين تختلف عن نبرة صوت ابو الثلاثين. حكمة، حتى الحكمة مبينة. من اقوم من مكاني، اقوم هسه اني من الكرسي، حركتي مبينة انه اني عمري 60. ابو الثلاثين من يقوم من على الكرسي مالته مبينة حركة نشطة ابو الثلاثين. فما يقنع المشاهد، وهذا سبب عدم مشاهدة الناس للافلام العراقية، للمسلسل العراقي، وحتى البرامج. حتى البرامج. زين نريد نفتح ملف اخر هو ايضا يخص الدراما، المخرج العربي. ما رايك بالمخرج العربي؟ هذه المشكله اللي جعلت كثير من اعمالنا هابطه. انا مع المخرج العربي للدراما العراقيه، على ان يكون المدير الفني عراقي، مدير الانتاج عراقي، والعمل يصور ببغداد اذا كانت احداثه ببغداد، باربيل اذا كان يتحدث عن البيئه باربيل، بالبصره اذا كان يتحدث عن البيئه بالبصره. وهذا شاهدنا اخفاق بكثير من الاعمال نتيجه انه المخرج عربي ما يعرف البيئه العراقيه، ما يعرف الازياء العراقيه، ما يعرف اللهجه العراقيه. احد اللقاءات القريبه للممثله الشابه غيد اللي طلعت بمسلسل حيرة، بعمل حيرة، قبل يومين طلع هذا الفيديو، اعتقد يعني شاهدت الكابشن اللي قالته، قالت احنا رحنا صورنا بتركيا لكن ما حسينا نفسنا محترمين، وصارت ضجة على انه ليش انتوا تروحون لعاد تركيا تصورون. وقسم كاتبين تعليقات فعلا اليوم احنا كعراقيين من نروح بتركيا ما نلقى الحب اللي احنا يعني نعطيهم اياه، المحبه. فاليوم هي رجعت بعد ما كملت المسلسل، هي من ضمن الابطال اللي بالمسلسل، لكن ذكرت شيء يعني نحزن احنا عليه، نحزن انه هي راحت بمكان او كانت ضمن فريق عمل، لكن قالت انه احنا ما حسينا نفسنا محترمين بالطريقه اللي نستحقها. بالتاكيد، وجربتها اني باكثر من عمل صورته خارج العراق.
هناك خصوصا اذا كان الكادر كله من ضمن هذه الدولة اللي نصور بها بدون ذكر اسماء الدول، ما ينظر لنا بنظرة احترام نهائيا، ينظر لنا على انه انا تارك بلدي وجاي دا اصور لانه انا ما امتلك البيئة المناسبة للتصوير، ما امتلك الشارع النظيف، ما امتلك البناية اللي ممكن انا اطلعها العمل. وهي ايضا دا تنعكس على العمل، المشاهد دا يباوع عمل بغدادي لكنه البيئة مو عراقية. اوف لحظة، يعني هنا ترى يعني ما اعرف شنو راح اقول اعقب على الموضوع، بس هم في بالهم انه احنا رايحين لهذه الدولة، اي دولة كانت، لان احنا ما عندنا البيئة المناسبة والمكان والشوارع النظيفة، يعني من هذا الباب ياخذوها. قسما انه انا سمعتها بتصوير احد المسلسلات، قال انتوا لو عندكم البيئة والاجواء اللي تهيئ لكم ان تصورون عملكم في بغداد ما كان جيتوا صورتوا يمنا. هل احنا ما نمتلك البيئة والاجواء المهيئة لتصوير عمل درامي؟ نمتلك، ونمتلك حب الناس من نصور بشارع الناس ايش قد تحبنا وايش قد تقدرنا، وكل واحد يجر بينا يريد نتغدى يمه واللي يسوي لنا حب الناس يخلي العمل يطلع باحلى صيغه. ليش احنا ما نصور هنا؟ ما اعرف. يعني ليش اصور اني بتركيا على انه هاي باب الشرجي؟ ليش اصور بايران على انه هذه امرلي؟ ليش اصور باربيل على انه هذه شارع حيفا؟ ليش ما اصور بشارع حيفا؟ ليش ما اقول انه هذه اربيل؟ ما انه هي كلها بلد واحد، فالتسويق راح يكون لكل الاماكن. يعني انا ما اصور شارع حيفا باربيل واريد اقنع المشاهد انه هذا شارع حيفا؟ مستحيل. هذا ابن البلد راح يباوعه يقول انت تضحك علي، يعني مطلع لي شارع باربيل تقول لي هذا حيفا؟ يعني اقل تقدير ما يطلعون البيئه التصويريه. البيئه التصويريه ما يقدرون يعني اصلا يركزون عليه. يعني احنا اليوم نشاهد احد المسلسلات، ايضا يمكن احنا ذكرنا مسلسل حيره، تطلع لنا المنطقه انه الشيخ عمر، لكن هي ايضا البيئه التصويريه مو الشيخ عمر. احنا صورنا مسلسل حلم وخيال، مو هذا رمضان المضى قبله، صورناه بتركيا على انه شارع بغدادي. اني نفسي اني ورا ما كمل العمل جاي دا اباوع على المسلسل، ما بي شيء بغدادي، لا القهوه بغداديه، لا المحل بغدادي، لا البنايه بغداديه، ماكو شيء مثل بغداد بصله، مجرد بس الممثل اللي اللهجه مالته بغداديه. اضافه الى انه اكو خطا اخر يطلع لي العمل بغدادي اصلي، وهذا ابن بغداد، ابن الاعظميه، ابن الفضل، ابن الكرخ، لكنه يطلع لي الممثل يحكي لهجه اللكنه مالته جنوبيه. زين، خلينا نرجع الى المخرج العربي، بعيدا عن انه حضرتك مع المخرج العربي اللي يقدم الدراما العراقيه، خلينا نحكي شنو السلبيات اللي ممكن تكون بالعمل الدرامي اذا كان المخرج عربي فقط، يعني ما يقبل احد يملي عليه معلومه او تفصيله. احكي لي اكثر بحقيقه يعني امانه. المخرج هي طبعا هاي الصفه حتى بالمخرج العراقي، من فنان ينطي ملاحظه يمتعض من عندها، يتصور انه دا يقول له انا افتهم اكثر من عندك، او دا يخطئ او كرهن بي، لا، هي المعلومه اللي ينطيها الفنان لصالح العمل. اخر عمل اشتغلنا مسلسل امرلي، زين، المخرج مخرج عربي كبير، احمد ابراهيم احمد، تحياتي له، لكنه ما عنده فكره عن البيئه العراقيه. شلون؟ صورنا امرلي اللي هي امرلي بعد محافظ صلاح الدين، تصير بين صلاح الدين وبين كركوك، ما بيها نخله واحده بحقيقه امرلي، نخله واحده ما بيها. زين. بينما هو صور بجديدة الشط اللي هي مليانة نخل، صور مقبرة آمرلي اللي مقبرة آمرلي ما بيها شكلة زرع، وداير مداير القبور نخل وزرع وقلنطوز وأشجار، ما يعني ما يمكن أن تنبت بآمرلي لأنه آمرلي منطقة شمالية ما ينبت فيها النخل،
ما موجود نخل، وش ماله نخل مثمر. زين. كملنا المسلسل تصويره بإيران، إيران ما بيها نخل، طهران ماكو نخل. اضطروا جابوا جذوع وسعف بلاستيك دا يطلع لي نخلة حتى يطلع اللوكيشن مضبوط نفس اللي صورناه بجديدة الشط. هذا كفر. زين شنو اللي يمنع انه احنا ما نصور بهذه الاماكن اللي ذكرتها آمر لي، والمناطق الشعبية، المناطق التراثية، شنو اللي يمنع؟ آمر لي هل التصوير بها ممنوع؟ لا لا مو ممنوع، مو ممنوع، وكان ممكن انه يرحبون بنا لانه احنا اظهرنا بطولات هاي الناس اللي عايشة بآمر لي، اظهرنا بطولات، لكنه المدير الفني مو عراقي راح اختار لي هاي البيئة. زين نتكلم على تفاصيل ثانية اللي هي الأزياء اللي هي هذه. أريد تحكي لي بأمانة كل التفاصيل، أخذ الجو لك. هذه المشكلة الأخرى. يعني لما يجي أبو الأزياء مو عراقي، شلون يرتب أزياء الفنانين مالته؟ يعني خلي اروي لك حادثه في هذا المسلسل الاخير، مسلسل آمر لي. بنيه ام الازياء، تحياتي لها، بنيه لطيفه جدا ومهذبه جدا وخدمتنا هوايه، لكنه هاي امكانياتها. هي مو عراقيه البنيه، هي ايرانيه. زين. جت تلف الشماغ للممثل. قاعد كاظم القريشي، تحياتي لابو علاء. حبيبي ظل قاعد يباوع عليها، قال هذا كفر بعد ما بيه اصبر، كان يقوم من مكانه. زين. راح قالها ما يلف الشماغ هيك، هيك يلف. ما قدر يسكت. ما قدر يسكت، لف الشماغ علي، مباوع هاي الازياء مو عراقيه. هاي مو عراقيه. العبايه جابوا عبل النساء من هناك، لكنه العبايه ايرانيه مو عراقيه. ما عندنا مرة بآمر لي تلبس هاي العبايه. الشغله الاخرى اللي انت قلتي لي جو الك، جو الك. اثناء القصف على منطقة آمر لي تطلع النساء من بيوتها بطرق الدشداشة. انا قلت للمخرج مو غيري، قلت له استاذ ترى هيك ما عندنا بالعراق. المرأة العراقية اذا يصير قصف تموت ببيتها وما تطلع بلا دشداشة. هاي اساءة للمرأة العراقية. بالعباية. ما تطلع بالعباية، ما تطلع بطرق الدشداشة. تموت ببيتها وما تطلع. صح. ما عار لها أهمية. تصورت. أروي لك حادثة أخرى. الفنانة الشابة المبدعة اللي أذهلتنا بأدائها نريمان الصالحي. تحياتنا إلها. تحياتي إلها. بنتي هاي حبيبتي. تطلع شخصية الدكتورة. زين. لابسة محبس ولابسة سوار بإيديها والساعة ومخلية التراتي. قال هذني تنزعين انت؟ جيت عليه قلت له ماكو تنزعهن. قلت له خلي اقول لك شغله استاذ احمد، اانق اكثر امراه اناقه بالوطن العربي المراه العراقيه. الله. واكثر امراه انيقه بالمجتمع العراقي هي الدكتوره. انت اذا تريد تشوف الاناقه العراقيه روح للمستشفى وروح الى اي قناه فضائيه. شوف الأناقة والجمال هناك. بالفعل. وجريتها من إيده قلت له تعال أنا ما راح أشوفك دكتورة. راح أشوفك معينة بالمستشفى. اللي هاي تلم الأوساخ من جوا أسرة المرضى. قلت له شوف هاش قد أنيقة. الله. قلت له شوف هاش قد أنيقة. الله عليك أستاذ. بابا. قلت له فما تطلع الدكتورة بشكل بائس هاي إساءة للمرأة العراقية وللدكتورة العراقية. الحمد لله اقتنع. بس بعد اصرار نريمان الصالحي تحياتي الها كانت مصره على ان تظهر المراه العراقيه بارقى صوره. اكيد هذا الشيء جميل، بس يعني لهذه الدرجه احنا نشوف المخرجين العرب الف تحيه لهم، واكيد احنا نحس انه اليوم تبادل الافكار والعمل بين الشعوب شيء جيد، لكن اليوم قد ما انه المخرج يكون فاقد لهويه هذا البلد، لتفاصيل هذا البلد، لعروقة هذا البلد، فبالتالي اليوم مفروض انه احنا عندنا مخرجين صح؟ عندنا مخرجين رائعين. ليش مو المخرجين هم اللي يخرجون؟ عندنا مخرجين رائعين، قلت لك انا من قلت لك انا مع المخرج العربي، بس على ان يكون مدير الانتاج المدير الفني ابو الازياء
الماكير عراقي لانه هذا اجرى ببيئته. المخرج راح ينطيني الصوره بس ابو الازياء هو اللي مسؤول عن الازياء. ممكن ناس من وجهه نظر ثانيه يقول لك اليوم المخرج العربي ايضا يضيف نكهه و مود جديد للبلد، مثلا انه احنا بفترة ما تقيدنا بالاعمال اللي هي توثق الاحداث اللي صارت، انه راحت هاي الاعمال الحمد لله صارت عندنا نهضة، بس هذه النهضة اللي صارت بالاعمال العراقية خلينا نحشي بامانة. يمكن تحياتنا اكيد للمخرج علي فاضل من المخرجين اللي وضعوا بصمة بالدراما العراقية تحديدا برمضان الفات. اليوم المخرجين العرب هم دورهم مهم انه يكونوا موجودين بالعراق ويمثلون الدراما العراقية. انت سبقتيني بالإشادة بعلي فاضل. علي فاضل هذا الموسم قدم مسلسل غيد اللي انا شفته، كنت اشوف الحلقة بالليل واشوفها بالإعادة. رأيك بمسلسل غيد؟ رائع جدا، رائع جدا، لدرجة انه اني اشتغلت ويا علي فاضل بهذا المسلسل مشهد واحد، وفخور انه اشتغلت مشهد واحد. الله، فخور انه اني نزلت بهذا المسلسل حتى لو هو مشهد فخور واحد. بوجودك اكيد احنا نفخر يوم بوجودك في الدراما. شباب حلوين مرتبين اشتغلوا بمهنية عالية جدا، بمهنية عالية جدا اشتغل عليهم علي فاضل طلع ارقى ما عندهم، وخصوصا تحياتي للرائعه جمانه كانت مبدعه جدا. باي. عندنا مخرجين مهمين، عندنا عزام صالح. عزام صالح تقولي لي ليش ما موجود على الساحه؟ راح اقول لك صار له 10 سنين ما مشتغل. لانه مهني. لانه مهني. بعده ليش المخرج العربي؟ المخرج العربي اجوره اقل. اها. شنو اجوره اقل؟ ايش معنى اجوره؟ والمخرج العربي في سبيل يشتغل يقبل بكل شروط المنتج. احنا هذا الشيء اللي نسمعه المفروض العكس، احنا نقول اليوم الممثل العراقي اجوره اقل من الممثل المصري، هل المخرج العربي او احنا بالبدايه نقول الممثل العراقي اجوره اقل من الممثل العربي مقارنه، اليوم المخرج العربي اجوره اقل من المخرج العراقي؟ اقل من المخرج العراقي، اما الممثل العراقي فلا تقولين اقل، ما تقاس الاجور. ما الفنانين ماكو استاذ هذا الفنان ماكو نسبه، ماكو مقارنه؟ ماكو مقارنه. ما اقبض من اجور على 30 حلقه ما يساوي اجور فنان عربي في حلقه واحده. اوف. في حلقه واحده. لكنه من يجيب فنان عربي ينطيه 10 اضعاف اجري. كل القنوات كلهم يسمعوني. كلهم راح يشوفون من زمان يعني من الدراما السابقه لحد الحاليه؟ لحد الان. باعمال بسوريا كنا نشتغل قبل 2010. صح صارت اكو. كانوا يجيبون الفنان العربي ينطوه 20 ضعف اجور الفنان العراقي بنفس العمل؟ بنفس العمل. كارثة. بنفس العمل. نفس العمل. اكو اجور تقاضيناها اذا تسأليني اخجل اقول هشكل. لكن تريدون تشوفون بالشاشة وكثير من القنوات وايضا يسمعوني اوقع على مبلغ بس اللي استلمه غير شكل. اوقع على رقم واستلم رقم. هذا احتيال؟ اما الفنان اللي ما يساوم على اجوره بكثير من الاعمال ما موجود. ومن يجيبون الفنان اللي خارج العراق لانه ايضا يكتبوا له رقم وينطوا رقم بس يكتبوا له في الرقم مهول. لانه هذا جبته انا من الخارج وصرفت عليه فندق وصرفت عليه طيران وصرفت عليه طعام. اني اليوم مصدومه حقيقه. يعني احنا نفرح اليوم الدراما العراقية رجعت صارت بنشاطها، لكن
اكو تفاصيل حلقات مفقوده اليوم. اليوم الفنانين المخضرمين العمالقه اليوم احنا ليش ما نشوفهم بادواء؟ يعني يمكن تحياتنا الف تحيه اليوم اكيد للفنانين الرواد اللي هم موجودين باعمال العراقيه الرمضانيه، وحضرتك اكيد من ضمنهم، لكن احنا نحلم بدور يكون بطوله للاسماء المخضرمه. يعني نريد اليوم اكو بطوله، شلون مثل ما نشوف عادل امام لا زال ياخذ بطوله للأسف. مسلسلات اجنبيه عالميه لا زال، يعني مثلا اسماء ما تحضرني هوايه، ستيفن هارفي. قبل يمكن شهر أنا شاهدت فيلم سينمائي فيلم أمريكي، ثلاثة أبطال الفيلم ثلاثتهم أعمارهم بالسبعين سنة، لكن بطولة، هي بطولتهم ثلاثتهم. فيلم عربي قبل أيام شاهدته، ثلاثتهم أهم ثلاثة، ثلاث أصدقاء بطولة الفيلم كله إلهم، أعمارهم فوق الستين سنة، فوق الستين سنة. احنا يكتب له هامشي، يكتب الشخصية هامشية، ومن يجي يجي المنتج او احيانا القنوات هي اللي تنتج، يقول الاستاذ هو انت موقع واحد، بسطوها موقع واحد شلون يعني؟ اي بسطوا لك اياها يعني. واذا موقع واحد انا يعني عشر حلقات عندي، ليش موقع؟ واذا موقع واحد انطيني الاجر اللي استحقه اني. يعني ما اعرف، شيء مؤلم. نعم شيء مؤلم جدا، لكنه عتبنا على الشبكة الأم. المفروض شبكة الإعلام العراقي هي اللي تنتج أكبر عدد ممكن من الأعمال، وتخصص جزء كبير من عدها للرواد، وتشرف الشبكة مباشرة على الإنتاج وتحديد أجور الفنانين. اكيد نتمنى هاي الرساله اليوم يسمعوها وتوصل لهم. سعيدين جدا بحضورك استاذ وليد، شكرا لانضمامك لبرنامجنا، وشكرا لهذه المحاور الجميله اللي انفتحت مع حضرتك. نتمنى ان شاء الله نشوفك يعني الاعمال اللي تستحقها، واليوم بالبطولات اللي احنا ننتظرها لحضرتك بوقت قريب، واكيد احنا ننتظرك برمضان صح؟ ان شاء الله مسلسل امر لي، وقد يكون اكو شيء جديد بالافق، لحد الان ما متاكد، بانتظارك. وعذرا لكل اللي مسهم الحديث ان يسامحوني على صراحتي، لانه يعني اوجعتم قلوبنا بما تتعاملون به مع الفنان العراقي. احترموا الفنان لأنه هو الواجهة المشرقة والمشرفة لهذا البلد، هو رسول البلد في كل أنحاء العالم. تحياتي لكم، ولا تزعلون مني، ما حد يزعل منك. شكرا لك أستاذ وليد، نورتنا. إذا مشاهدينا بعد هذا المحور الجميل والمهم جدا، نتمنى رسالتنا اليوم تكون يعني على التنفيذ الحقيقي. اليوم اكو يعني جهات معنيه تؤخذ بهذه اليوم النقاشات اللي احنا نتناقشها، حتى نقدر نساعد ونغير بابسط ما يكون. اكيد راح ننتقل حاليا الى تقرير وبعدها راجعين. عقدت وزارة التجارة في معرض بغداد الدولي منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة اتحاد الغرف التجارية العراقية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون التجارية من أجل دعم هذه المشاريع. عقد هذا المنتدى اليوم على أرض معرض بغداد الدولي برعاية مباشرة من قبل دائرة القطاع الخاص التابعة لوزارة التجارة وعدد من الجهات القطاعية والتخصصية، منها اتحاد غرف التجارة وأيضا بعض المكتب الاستشاري في دولة رئيس الوزراء. وهذه المنتديات هي داعمة لما جاء بالمنهاج الحكومي والبرنامج الحكومي في موضوع الشباب وإيجاد الفرص منها والريادة منها ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم التوجه إلى المناطق الصناعية والمدن الصناعية ومعالجة مشاكلها واقتراحات الحلول. وسوف تكون هناك توصيات بإذن الله تعالى تعرض على الجهات المختصة، منها على مجلس الوزراء ومنها على مجلس النواب، ومنها هناك بنكية ومصرفية في موضوع التموين. وهذه الورش ضرورية ومهمة وتحتاج
إلى استمرارها وإدامتها لدعم هذه الشريحة وهذه القطاعات. المشاركون أكدوا أن هذا المنتدى قدم الخدمة الكبيرة لهم من خلال الفائدة المعنوية والمادية التي خرج بها المؤتمر، وذلك عن طريق دعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة. اليوم احنا هنا منتدى المشاريع الصغيره والمتوسطه ورواد الاعمال حتى نسمع ونشوف الافكار اللي هي حاضنه حقيقيه لاصحاب المشاريع والابتكارات. اليوم راح احكي عن مشروعي، هو مشروع مهارات. المشروع يستهدف الطلاب والخريجين الباحثين عن العمل من الجامعات العراقيه من اجل توفير حاضنه حقيقيه للتدريب حتى يكونون مهيئين معرفيا وعمليا من اجل انجاح مشاريعهم. انا الفئات المستهدفه اليوم من مشروعي هم الخريجين، رواد الاعمال، وحتى الطلاب اللي بعدهم مواصلين مرحلة الجامعات من أجل إرساء فكرة التدريب العملي حتى يكونون على قدر كافي من المعرفة لممارسة مشاريعهم وممكن نجاحها مستقبلا. هذا المنتدى أنه هي أفاد الشباب، فتحت المجال للشباب أنه يقدمون أفكارهم بصورة صحيحة، بدل ما كانت أفكار الشباب مجرد حبر على ورق، خائفين من المجازفة، خائفين أنه كيفية يدخلون القطاع الخاص، خائفين أنه يخسرون. في هذا المجال انه تكون هناك قطاعات مختلفة من خلال اذا كانت المشاريع الصغيرة هي مربحة او غير مربحة لكن بها عائد مادي للشباب. ولقي هذا المنتدى واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدعم الكبير من البنك المركزي العراقي واتحاد الغرف التجارية العراقية ورئاسة الوزراء. لسامراء الفضائية عادل الحسني، بغداد. راجعين كيف وياكم الحلقة مشاهدين، أكيد بعد ما شاهدنا هذا التقرير ودعم المشاريع الصغيرة والكبيرة. اليوم مشاريع اليوم نشوفها هي موجودة بالسوشيال ميديا بالأونلاين، بنفس الوقت بالشركات، بمختلف الدوائر، بمختلف الأماكن، بمختلف المنتديات، بمختلف الإيفنتات. فهذه المشاريع اليوم احنا نعرف ايش قد لها أهمية وايش قد هي تساهم انه ما يكون عندنا بطالة للشباب. واليوم الشباب أبسط شيء عندهم ممكن يساعدون به نفسهم ويخدمون به نفسهم هم هي هذا، وهذا الجانب اللي يكون بمشروع خاص بهم. مشاريع حتى لو كانت صغيرة وإن كانت كبيرة فبالحالتين هي تحتاج الدعم، وتحتاج اليوم تكون أكو وقفة من الجهات اللي مختصة بهذا الموضوع لدعم الشباب، لتطويرهم، لتدريبهم، وأيضا يوم تسلط الضوء عليهم وتشوف شنو الأشياء اللي الناقصة بهذا المشروع حتى تقدر تساعدهم. ممكن الترويج، ممكن اليوم توفير الرخص لهذه الأماكن، كثير تفاصيل يحتاجها صاحب المشروع. وإحنا نرجع ونقول مع المشاريع الصغيرة والكبيرة، مع إنه الشخص يعتمد على نفسه ويكون عنده مشروع خاص به. تحية طيبة أكيد لكل شبابنا اللي يشتغلون على مشاريعهم، ونتمنى أكيد أنه تتوفر لهم السبل المتاحة أو المحتاجين هم حتى ينجحون. أكيد مشاهدينا بعد ما أخذنا هذا التقرير وشاهدنا هذه التفاصيل راح ننتقل إلى زميلتنا حنين بفقرة دقيقة وعي. هلا وياكم حنين بدقيقة وعي. كل إنسان عنده 24 ساعة باليوم، أول ساعة من يومك هي اللي راح تحدد لك باقي اليوم، وبنفس الوقت تحمل عنوان اليوم كله. ليش هاي الساعة مهمة بالذات؟ هاي الساعة يكون بها الدماغ بحالة موجة ألفا، موجة ألفا يكون بها الدماغ بحالة استرخاء وبنفس الوقت استقبال، يعني يكون بها الدماغ مهيئ لأي شيء أنت تريد تمليه عليه، وبنفس الوقت أنت تقدر تبرمج دماغك بهاي الساعة لأي شيء أنت تريده. زين هنا شنو راح أسوي؟ هنا راح تتصل بوعيك اتصال تام، تتصل بعقلك الباطن وتاخذ نفس عميق. تختار انت شنو رايد تكون بهاليوم، تختار شنو رايد يكون يومك، على اي صورة يكون يومك. انا اختار السعادة، اختار انه اكون سعيد، انا اختار انه اكون منجز، انا اليوم اختار الفرص الجيدة، انا اليوم مستعدة لاستقبال الفرص. بهالحالة راح تستشعر هاي الطاقة
تستشعر هاي المشاعر، هنا ذبذباتك راح ترتفع. كل ما استمريت على هاي الحالة وسستمت عقلك بهاي الساعة واستغليتها صح، هنا عقلك الباطن راح يكون مبرمج مثل ما انت تريد، ويكون مستسلم بالسيستم اللي انت تريده، وراح يجذب لك كل شيء اللي انت تريده بالواقع المادي. وانتظرونا بدقيقة وعي ثانية. إذن مشاهدينا أكيد عدنا بعد ما شاهدنا حنين ودقيقة وعي والأمور اللي ممكن هي تشوف أنه لها زوايا خاصة ممكن تتحدث بيها، زوايا خاصة ورؤية خاصة بيها، لكن يكون بيها وعي أكثر ويكون بيها أفق عميقة أكثر، وبنفس الوقت نعرف أهمية اليوم النصيحة كيف إحنا ممكن نحتاجها وكيف ممكن إحنا نحتاجها حتى وإن ما طبقناها. لكن الأذان يوم تحتاج إنه تسمع، تحتاج إنه تفهم أفق مختلفة ووجهات نظر مختلفة، واليوم تكون بيها زوايا. يعني إحنا ممكن نأخذ فد مشهد دائما نتكلم بهذه الحالة، إنه اليوم ممكن نشوف إحنا مجموعة دا يتعاركون، مجموعة أصدقاء هم دا يشوفون هذه العركة من جانب، الآخر من زاوية يشوفها بطريقة مختلفة، الآخر من بعيد يشوفها بطريقة مختلفة، وكل الزوايا مختلفة لرؤية هذا المشهد، لرؤية هذا الموقف. فاليوم الاختلاف بالرؤية والاختلاف بالزوايا تفرق عندنا اليوم، نقدر احنا مثل ما احنا نحسب الموضوع دائما يقول لك اعكس الموضوع عليك، مثل ما احنا نسمع انه انا يوم تضايقت، انا يوم هذا الشخص جرحني، ما اعرف هو شنو نيته او هو يا طريقة قدر يقدم لي هاي الاساءة او هذا التجريح وهو ما كان قاصد، يعني انا ما قدرت اكون مكانه، ما عكست الموضوع عليه، ما خليت نفسي في محله حتى اعرف انه هو وجهة نظره شلون كانت، هو شنو كان قاصد، من اي زاوية هو شاف هاي الكلمة. فاليوم بالتالي الوعي لكل والادراك لكل هذه الامور ولكل تفاصيل الحياة، انه احنا لازم نفهم بعضنا ونحاول دائما انه نبسط الامور ونفهمها ببساطتها، هذا الشيء اللي احنا نحتاجه بكل مجتمعاتنا وبكل الظروف اللي احنا نمر بيها، لازم نفهم انه لازم يكون اكو ادراك ووعي كافي حتى احنا تتبسط عندنا كل مقاييس وتتبسط عندنا كل الأمور اللي ممكن بفكرة صغيرة تأثر علينا، تأثر على نفسيتنا، تأثر على علاقاتنا، تأثر على عملنا. فنبسط الأمور أكثر مما أنتوا تشوفوها صعبة. إذن مشاهدينا أكيد بعد ما شاهدنا هذه الفقرة راح ننتقل إلى فقرة أخرى وبعدها راجعين. كثير من الناس اليوم احنا نعرف قادمين على فصل الشتاء، وكيف ممكن انه احنا نكون نقدر نخلي فد ديكور جديد يكون للصوبات، حتى نتكلم بطريقة عامية كيف انه ممكن احنا نختار زوايا مهمة ومختلفة تكون بطريقة جديدة. هذه اليوم الصور هي تقدر تعطيكم افكار، تقدر تعطيكم الافكار اللي انه شلون ممكن احنا نخلي الديكور يكون مناسب اكثر بطريقه. يمكن نشوف هاي الحديقه خالين باي طريقه اليوم الحطب، وكيف منهم موفرين هاي الاجواء الشتويه بشكل جديد، وبنفس الوقت يمكن احنا نعرف هذا الديكور اللي حاليا موجود ويانا بالصوره على الشاشه، هذا الديكور يعني له تراث وقديم من زمان، لكن بعده موجود وبعده يتجدد، وبعده احنا نعرف انه ايش قد الى ذكريات بهذه الرسمه نفسها. فنعرف احنا مقبلين على فصل الشتاء، وفصل الشتاء يحتاج للفرش الزوالي، يحتاج للصوبات، بس خلينا نكون أنيقين أكثر باختيارنا اليوم لديكور الشتوي، لأن مهم جدا، وأيضا نعرف أنه هو شقد ممكن يحتضن البيت ويحتضن العائلة إذا اهتمينا به بطريقة حديثة وبطريقة جديدة تكون أحلى. إذن مشاهدينا كانت هذه فقراتنا اليوم، شكرا لكل من تابعنا، انتظرونا بحلقة جديدة، إلى اللقاء.